بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي درس الطباعة على التيشيرت. بنحتاج ورقة مكتوب عليها الحاجة اللي احنا هنطبعها، وقطعة من الخشب الأبلكاش، وسلاح قطر عشان نفرغ بيه الاسطمة. دي الورقة اللي احنا هنشتغل عليها، ودي حتة الخشبة اللي احنا هنفرغ عليها بحيث ان القطر ما يأثرش على حاجة، ودي سلاح قطر صغير، واللي هو القطر العادي خالص انا بشتغل بيه، يعني القطعة لوحدها صغيرة كده من غير الايد عشان اعرف اتحكم فيها. هنبدأ دلوقتي نفرغ الكتابة كلها، شيل اللون الاسود ده خالص. هنبدأ بالتفريغ دلوقتي، نبدأ كده بحرص ونمشي على الخط بالظبط، نمشي على السطر الاسود بالظبط، واكون حريص عشان القطر ما يقطعش معايا الاسطمه. خلصنا تفريغ الورقة زي ما احنا شايفين متفرغة ستنسل، ودي اللي هنشتغل بيها في الطباعة. هنجيب الاسطمبة اللي احنا اشتغلنا بيها اللي احنا فرغناها، وهنجيب التيشيرت اللي المفروض هنطبع عليه اي لون، مثلا لو اللون غامق هنشتغل عليه بلون ابيض، ولو هشتغل بلون ابيض يبقى سايبس 2000 برضو. ودي قطعة من النتيجة هنحطها جوه الفالنة بحيث ان الفالنة تكون مفرودة بالطريقة دي. وهنشد القماشة بحيث ان هي تكون مفرودة كويس، ميبقاش فيها اي كشكشة. وهنجيب الاسطمبة نثبتها على المكان اللي احنا هنطبع فيه، وهنشتغل ببوهيات سايبس 2000. سايبس 2000 النوع ده كويس وبيثبت على الفانيلات، بس بشتغل بيه خام، ما بلونش اي لون، هو ابيض سايبس 2000. وهنحتاج سفنجة، ناخد منها قطعة من السفنجة هبدأ دلوقتي اخد شوية بلاستيك على اي غطا، حاجة خارجية كده،
خدنا شوية بلاستيك على الغطا، وهنجيب السفنجة نضغط عليها كده بحيث تدينا الشكل دوت، ما فيهوش اي حروف او اي شراشيب خارجية. وابدأ اخد البلاستيك جزء منه كده وادق، اخد البلاستيك وادق بالطريقة دي عشان البلاستيك يدخل جوه مسمات السفنجة. وهبدأ بعد كده في الطباعة، هثبت ايدي كويس، اخد ضربة بره كده عشان لو السفنجة فيها زيادة، وابدأ اخد نفس الضربات دي ادق على السفنجة، مسحبش، هدق كده زي ما انا شغال، افضل اشتغل لحد ما البلاستيك يخلص وابدأ اخد شوية تاني. طبعا وانا بدق ببقى حريص ان ما يبقاش فيه اي زيادة بالسفنجة، باخد الزيادة بره على الورقة وابدأ ادق تاني، وابقى حريص لان نهاية الورقة فيها نقطتين مثلا، اخلي بالي عشان الطباعة ما تطلعش بره او تنطر معايا بره. وايدي التانية مثبتة الورقة عشان ما تتحركش لا شمال ولا يمين او تتهز مني. طبعا احنا حاطين الكرتونة تحت عشان ما تطبعش معانا تحت على الوش بتاع الفالينة، وفي نفس الوقت تفرد معانا ظهر الفالينة كده. انا بديها يعتبر وش تاني، بتقل عليها شوية، شوف الحتة اللي ما جاتش. وابدأ اسحب الورقة واشيل الطباعة، طبعا واضحة قدامنا خالص. وكده نبقى خلصنا الطباعة على التيشيرت، وننشرها، نسيبها زي ما هي كده على القماشة بتاعتها قدام مروحة مثلا ساعة بالكتير وتكون ناشفة. وده درس النهاردة، واشوفكوا على خير في درس تاني.